بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دعوة ياشا قيمها بدن اي تي في سومالي جنرال ملك ستوت كجوكتان دنيا دعالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة ياشا قيمها بدن وكسو دواء برنامج كيني شريعة إير بشرة ومالك ستوت العداء كيمن يسيطور سيدة سومالي جنرال مقالة لندن. برنامج كاسو مركز تاعكم فلانقين موضوع عن سلانا هاي بلشدو وحي أقبتا باهي إني وحكو أغاتو أما وحكا براتو برنامج كاينا مانتا وحنكو سوى قادان دونا موضوع كنت آد مهموة موضوع عصو الله حريرا قفكا قستا أو إنغا إنغا ميدا دا وضياشا إيو كوا متقانا مسلمين تو لنبا إن قفكاستا نفتي سو هغاجي إساو ونفتي سو كابل لابو إنو هغاجيو إنو قطو نفتي سو نفتو سن أو في عن إلهي سبحانه وتعالى قران كسو حنو شاقي قد أفلح من زكاها قفكي نفتا نفتي سد ظاهرة ee hagaajiye qofkaas uu libaanay wuxuu kaloo ilaahay u noo sheegay waqad khaaba man dasaha qofkii naftiisa hoos u ridana uu hooyay uu khasaaray oo ma taqaana adduunkiisa iyo aakhiradii labaduba marka qof kasto inaga inaga mid ah sidee uu naftiisa ku hagaajin karaa inta uunan qof kale wax u gudbinin ama wax u sheegin bulshadu waxay ka kooban tahay hebel iyo hebel iyo afraad isu tagay marka qof kasto oo bulshada ka mid ah haddii isagu uu hagaago waxa iman doonta bulsho hagaagtay wax walba ay leedahay u hagaagay u fiican yahay marka si taa loo gaaro waxa muhiim ah qof kasto oo kamid ah bulshadeena in isagu horta uu isfiiriyo oo naftiisa uu hagaajiyo oo dhan kasta naftiisa uu ka soo een waxa la yiraahdaa qofku haduuna isagu haysan waxba bixin kara qof isagu aan fiicneyn wax ma wanaajin kara marka waa su'aalo waaweyn waan marka barnaamijkan maanta waxaan soo diyaariyay oo nala joogo studio Somali Journal ee magaalada London Sheikh Almis Yahya Sheikh Ibrahim oo ah madaxa jaamacadda qarni ee ku taala magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland waxa kale oo Sheikh Almis imaam ka yahay masjidka ugu weyn magaalada Hargeysa masjid jaamac la yiraahdo Ibrahim Dheer ayuu khadiib iyo imaam ka yahay kusoo dhawow Sheikh Almis jazakallahu Sheikh Almis mowduucan aad moodo inuu qofka bini'aadamka macnaheeda qofku sidee buu waxaas dhihi kartaa ahmiyadda ilaahay maxay tahay qofku horta inuu naftiisa hagaajiyo isagu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ محمد خير الله قصيو موضوع دورتي وحد مدائن يهي كما دبعان كل شيء جري ماشي أي أدمتي وحلا لوحي خطاب أما باق حق اللكيم سبحانه وتعالى يؤنبيذي سأسو ليبو إذلي موضوعنا او اها لف دبر الموضوعنا هدو توسمه او قضب كان هدي او نقضو قضب نفتي اي قادتي او او كدقمي باقي كلا الهي حقيس كي يمد بي نفتي فولين كريسا هدي هل كان لغو فاشل منا وح الله لا وحا كلا او لون لشيغيا مدمدو بي الله كو يقانوي الهي سبحانه وتعالى سورة والشمس كوب يطبن جربو الهي دارت سبحانه وتعالى كوب يتمن قسم ايا كجرا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس الا اله سبحانه وتعالى وغارسيه ويراهد ما هي قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها وجواب النقون ان دارت اله كوب يتمن كا قودو اله او كدارت cir iyo dhul iyo habeen iyo dharaar iyo dhulka iyo cirkaba ilaahay fil aakhirki waxa uu yiri waxa liibaanay oo xaqiiqo ah man zakaaha qofka naftiisa barbaariyay tazkiya az-zakaa wa an-numu waz-ziyada wa barxaatimka waxay u tahay wa az-ziyada oo iimaanka uu kobcaaye qofka iimaankiisa naftiisa kor u qaaday والليبان بير الله سبحانه وتعالى جوابتك وصيوه لو حيري وقد خاب من دساها نفتة قفق حق حمها أولا نقاق أي حمها كؤاسا نفتة حمها كؤاسانا وهو غيبير الله سبحانه وتعالى حلكي نبي محمد صلى الله عليه وسلم وكو إلهي نوشي محمد نبي وقفنا صلى الله عليه وسلم إلهي وحمد الله سبحانه هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين هو الذي بعث في الأميين رسولا كوي أن وحبن قرن
وحبنا آن أخرين رسول إياه كمدة أي إلهي كسر إحساري محو قبنا يا كو يتلو عليهم آياتي باقي حق اللي كيمن أي أشيغي لابا محو سمين يا ويزكيهم نفتو ذو بربالنا يا حماها لابتو كجرتا أي كسر دادنا يا وناقنا ماشي بو وقبدنا يا نفتو ذي بطهرنا يا نفتو ذي بحق وناقة وقاضية صدح ويعلمهم الكتاب والحكمة الكتاب هو قرآنك حكمة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أنبياء إلهي هاوش أي قبطان مركا وصدح لا إذ الله لعدي مركا ما أنت لحلك أنبياء إلهي قبطة علماء يدعا دي هنا حلك النبي محمد بي قبرنا صلى الله عليه وسلم كو تتك آياتك قرآنك يكتب أخرنا يا. لبا نفتو ذي بربارنا يا. حمها ayay ka barbaarnayaan way nu si qaadi doona waxa la iska meedhaya waxa uu yahay way nu sheegi saddex qaal allah ya qaal rasuuluhu ummadu u sheegay sallallahu alayhi wa sallam ummadu inay qaadato inaanay qaadanin xil adigu yaala ma ah adiga adaa'i ila allah maxaa ku saaran dadka gaarsi wa ma ala rasuuli illa al balaghul mubin afqa waxaad ka leedahay iyo ficilkaaguna dadku ha arkaan inuu mid yahay subhanak si ay hadalkaaga u qaataan baqad gudbinaysid iyo wanaagaad faafinaysid iyo ficilkaaga nolol maalmeedkaaga iyo taariikhdaada iyo CV-gaaga iyo history-gaagina dadku hayn ahadaan intan uu sheegay waa ka dhowa waan ku naqaanaa labadaas markay isku ka beedaan aad noqotid ayaad waxaad noqon kartaa huwalladi ba'atha fil ummiyina rasuulan minhum dhalki anbiyaada ilaahay bad qaadanaysa idan taharatu nafs nafta oo la tahiro oo xumah laga ilaaliyo jirku waa bukooda jirku waa bukoodaayo dhaqaatir baa la aata naftuna way bukootaa amraadu nafsi wa amraadu qalb maasha naftu ay ka bukoota ee uu kaga dhaco nabarkuna waa wadnaha waa halbowga waa qalbiga wey alaa inna fi ljasadi mudga idaa salaxat salaxa ljasadu kulluhu wa idaa fasadat fasada ljasadu kulluh alaa wahiya alqalb jirka waxaa ku jira cad عدكاس هادو إذين توسما حبنا هجر كوردن با إذين توسما عدكاس هادو إذين كبوكوضا جر كوردن با بوكوضا وارهوي بير النبي ودنهينا يهل بولهينا نظيف سنب النبي صلى الله عليه وسلم وما سمي القلب إلا من تقلبه قلبي غوي لهذين وسرق رقا لذلك وحي هاي الدعاء دي النبي وقبضنا صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وسجناتي إلها قلوب ترق رقو إلها قلبي دين تهك الرق أو يانا معصية طاعة كدب رقين إيمان قال لما كدب كينين توسنان قلوع كدب كينين إلها خاتمة إذا وناك إلها كدك لذلك رسول صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى حديثك صحيح أنا وحيري التقوى ها هنا وحفر لي صحابي صحابتي كمن رضي الله عنه وارضاه عبد الله بن مسعود من روان بوها أمي جاير بوها أدر سكجعت سن حرم صحابتي ما كو قصد اللي بدي سي اللغوط نوبنا مركاس يعني جركيس مركاس النبي صلى الله عليه وسلم أتضحكون بساقي بن مسعود ما اللي بدي سهل اللغوط نوبان يدركا الحرية هبات كو قصشين ilaahay baan ku dhaartay bii labada idinka agtiina aan macnaha kula haynin ilaahay agtiisa yow buurta uxud ka culays badan laana iimaanka laabta ku jiray buu nabigu taalacnay sallallahu alayhi wasallam idan isku soo aruuri markaynu leenahay tuko soon salaad wax la bax akhlaaqda indhahaaga ilaali dhegtaada ilaali muslimiintu ha kaan nabad galaan qeyrka wax u sheeg waxaasoo dhan marka aan leenahay waxaasoo ficil halkuu ka soo baxaya wadnahaaga iyo qalbigaa uga soo baxa haddaana intaasi qalbigaa ku weyneyn culays bay kugu tahay sida munaafiqu saada marka uu tukanayo saadu ay ugu culus tahay laakiin mu'minka qalbigu caafimaadka qabo sidii nebigu wuxuu oranayay sallallahu calayhi wasallam arixnaa biha yaa bilaal waa noogu raaxay buu oranaya inaga rid maaha ha iska rida maaha wuxuu oranayay arixnaa biha sidii caaisha radiallahu canha ay tii kaana rasuulullah sl idaa xasabahu amr hadduu nebigu arin ku cuslaado فر إلى الصلاة بيتي صلاة حقيقة
ليش؟ لأن همي يسي يوربر كيسي يمرغذي يسي نبو إلهي عتبذي سإلهي هرني يا إلهي يسوع قاد ليش؟ لأن قلبي ما هلك أكون لكن هتانو قلبي عثمان قبل صلاة وقعص قرآن أخرس وقعص عصلانة يا ذكر إلهي أكجوج سوا وقعص عصلانة يا ليش؟ لأن هلك بعد يعني عف نعم مركب موضوع موضوع مهم أهو مركب هذا أوران كرتاي يعني مركب يعني داوداش قيمة فذا معناه مثل قف قبور ربو إنه نفتي س وطاهر أو إسكب بدل السيد هاد وياه ما حد أوران كرتاي أتمنى كرتاي إنه مر عاونا يا قفكو إنه إسكب بدل السمايو كو نفتي س كو الإرادة حتى أنا وما أنت أختار أتقو دوني تان يعني دوني تان حتى ما أنت أختار أتقو بكو oo dhaqtarkii ibaaro dhigna iga qaado qulaaradahan la isgaliyeena oo igaliyo hadhowna ogaado wixii hayo warqad ii soo qoro oo ilaahdo cudurkaagu waka dawadaadina wata dhaqtarku intii sim ka soo baxay mise kama soo bixin oo ka soo baxay dawada inuu qaato ayay ku xiran tahay adiga hadaan qaadan waayo ka war hadaan dawadii anigu diido doona aan doono inaan dawoobo ka war waa dhibaato ha waa dhibaato إلهي يا آدمي إنت سكر حيسطة إلهي يا آدمي هو أبو رت أدمي هيسا إنت سكر حيسطة داودي مركب حتى إلهي وكتابك إلهي وسول دعي ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها dabarka markay u jeedina dikriga ilaahay iyo iimaanka iyo absida ilaahay ayaa inagoo dabarka u jeedina haddana waxaynu doonaynaa qalbigu inuu noo qaboobo sakiino xasilooni farxad saacada inaynu helno idan talaabada koowaad ee qofku uu naftiisa ku taahiriyo horta waa maxay al irada horta waa adigu aad doontaa markaanu yareen waxa naloo dhigi jiray siirada ciddi ugu horeysay nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam rumaysa ragga abu bakr buu dumar kana khadiije ahayd aruurtana cali buu aha markaan weynaanay quraankiina loo dhigay waxaan ogaanay saddexdaba in cidi ka horeysay cidda ugu horeysa ee nabi maxamed rumaysatay sallam nabi maxamed buu aha aamana rasuulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun ayaa ka hor marka adigu in aadan hadaan talaabada adigu isku qaadin horta oolad adigu number 1 aanad ka dhiganin talaabo ma qaadin marka qodobka koowaad ee tiskeed nafsumaan ogaada horta inaan buko waa inaan ogaada laabtaydu inay alle ka fog tahay waa inaan ogaada xadhigii ilaahay inaanu ii xidhnayn waa inaan ogaada arrinka inaan baahi u qabo arrinka waa sidii dawadi aan kuu sheegay koow talaabada koowaad bal la imid go'aanka inaan isdaaweyso waa qaatay waan qaatay waxa iigu xigaya dawadi yaa isiinaya dawadi maana isku samaysanaya guriga ma samaysanayo waana farmakolojist aadan waa farmakolojiska yaqaana inta la isugu dardaraya iyo had amaan dawo ka badan baqaata oo cawda ay jirtaa kaasina waa ayo al imama wa shaykh al mujtahid shaykh al akfari sitti aalim ilahi kubara oo diinti ilahi yuallimuhum al kitaba wal hikmata ayadihi quraanka ayar kuugu dhiga salaadadi wacdigaagi masha aad ku xuntahay adiguna aad ka dhigatid maxay al qudwata al hasana aad ku dayto كنت يشوعا ولكم في رسول الله أسوة حسنة وصحابة محمد محمد كقاتل صلى الله عليه وسلم العلم والإيمان والهدية والسمت الحسن صحابة النبي محمد وحي كتنا يهدين علم بك قاتل إيمانك يتوحيدك بك قاتل محي كقاتل قابك النبي إلهي عابد جري صلى الله عليه وسلم يهو حرين جري يصدو أكا أي إسكو إيه كيسي النبي محمد صلى الله عليه وسلم أفرت هاسا عالم كما قال لك الرواي سلم تدكي إنو قال الله يقال رسول الله ذلك وحيابها واوين إنك تلفشن نظر أين وحكا الشيقنا إيه السلاني وددكي أقوح إنو الشيقنا معلومات لكن محاكا مقن حدنا شيء أي كو حدنانا يين شيخ أي كو حدنانا أو تصالا نقرأ أي تصاليه ما نول معلوماتك أي أركي لها يين ورسول الله صحابة ما حي أركي صلى الله عليه وسلم إسوا حاس كيسي لجوغا waxay kaga dayaan nabiga sallallahu alayhi wasallam sidoo ubadkiisa u barbaari sallallahu alayhi wasallam waxay kaga dayaan sidoo u tukiyo waxay kaga dayaan sidoo wax u la baxo sadaqada waxay kaga dayaan geesinimada marka uu
اعتماده قعقعت سيدو النبي يقول بحني صلى الله عليه وسلم وحي كقد ديانا يان قابك دلقات كالنبي صلى الله عليه وسلم انت صور لنبا يحنى ينو هوستا اي كأيغنى ين لذلك ما انت طلبة العلم يدعاد يا أئمة المساجد حلوي وي بأسارا لو كانوا يعقلون هدي أوجيهن إلى هاي شرفت ما شاء الله جاي أمضى المكاحر تقفكو هرم إنه هرت عداس إنه كحر إنه قفوا كحر ما أكون ذي ذوهلا وكحر مركب بداس سوران كرتا مركب في سمارة فيرسون معناها واجي جرو حدير جري سوفيا ذو أكل الدرق سوفيا شيخ واجي جري واجد سوفيا ذو الله سبحانه عنك رحمان تواذي تدكو أي كحر ما هو الكارت أيو ضيع شذا أيو أو هو جميع مضى أو ما تقعنا حق تاريخ في عنله نوع عصو كله هذا معناها ما لو بهي مسوران كرتا مول هي ضمن عصو ضدك تسكيت نفسي وكو عاوي انا يقول مقع بحنين لا مشاحة في الاصطلاح مقع بس ان لو قدين انا مقع بقى انو بحنين هل كان جوقنا امدي ميل جوقتا جماعتي ميل جوقتا انتي مساجد وذاك اهي مساجد كو ودحرني وحي وباهن يهن امام اي كو خدمانو صلاهودينا او توسيا احكامتينا او شيغا دينتينا اي كغ ديدان اي اركان قدوه صالحه سوكو دغميا سوكو دغميا انتاس انت قف قد ما على المقعد دون توبح مربي مصلح امام معلم داعيه كل الاسماء ابمله لكن فعل كي النبي صلى الله عليه وسلم وسمي جري وهم حقيقه التضحيه 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 او كاركان محي انه هاجر بحي قف اسغي ودينته وهاجر بحي او كسوغن يحي ها اونو نقو السلام عليكم وكو صلاه كبخ كا اوو هوراي مساجد كبخ اسغي اونو نقودن اي ددكي اركان انو خل ديدت انو قف كن مشاكلات كود حتى حلنا فريستا فريستا او كو سو خدمان او سيرها اي كا قريان عبد كودا اي اسغي اي او شيغتان قور مسرتيسا او شيغان هدان كل سوني كو قبي ay u baahan ku nasto waxa halkan ay ajnabiga ama gaalku u tagayo psychotherapyga u tagayo psychotherapyga waa imatu masajid laakiin hataan waqti hayn ka war oo saacad u eegayo may qaataan marka oo sabra idan al irada marka timaato waa tahay shaamahay ha sadex waxa la rabaa ya saahibka waayo man saahibku sadiquka man sadaqak la man sadaqak bi arabati صاحبك وكرنت كوشيغا ماها ككون نعم ليا سبحانك الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ويلتا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني هذا الأخلاء الأخلاء وصاحبك هو محي ياد هو يدو يصاحب لطح أبو يصاحب ليه إنك يصاحب ليه إنك يصاحب لطح صاحب سكرية كوة هديو يحيقف ذكرك إلهي يا مساجد يا محاضراتك يا دروستك يا وعدك يا قنواتك دين تكسعت يا عجلتها يا كتبتك وكينية أدنى أكينة سيارات أبتكينة أغبت بادسان أركن لدقية هاي أد كم دوان كل صاحبان كل دقوة صاحبك هنبه هدي لكن صاحب بضاء أي تهي هو يوي هدي تهي درا حدا تكشقيس يا درع يا داها ها إيه هاد بحق بده إيه ما علم بحفلة ده اللي تيجي إيه بعدنيك بعدنيك اللي تيجي هاد أي تحي صديق سوي صديق إلهي كوحر سبحانه وتعالى معها هذا هو مركا مضونتي أنا هيك تمضونتي يعني قدوة يا شيخنا مها شو مكوحر أنتي إمام قاقي مبزا صدحنا يا بسكوك حاشنا سعى كالمضي صاحب نمض إنا هاد محتول إنا هاد محتول هاد هشيد أو عاد كدبنا مركا عاد سكو عاوسان هذا هبسانتين أما سيدي عمر بن الخطاب كسبنا رضي الله عنه مركي مدينة وهاجرين وحقوا يري أنا يا صاحب كل درس أنا هين بيوري وانو كلا قايب سنة أنا ما لم تسوق أو دردك جري بيوري ما لم تسوق جناس تغو استعمل ودر جري النبي قبل يوسف الله لفت نبي ورد جري وح كم ما قشيد يسوع شيك أنا بران أتغي يوم كوشي شوف صداقة جارنا ما جارنا ما خير كبار خير عمر حلو ورد وانا شقي سنة يا دين تينا وان دونا ياي هينو كلا قايب سنة يوم أذي أنا مالد سوء لغيسو هدو تولنا محيطول إي شيك هذا صداق قضبك أفراد هل كان محيطول كوكوسو بيري كوكوسو حيا ومحي طلب العلم طلب العلم أو إلهي سبحانه وتعالى جاهل لمن لغو بعابدو أو هدي آد محيطي آن خرافاتك يبدع آن كوكو بضنن معاذو باهن تمركا يدنا إناد بلودد إن كوكو فلن أو طلب العلم
إلهي وحدك عابد لهي إيه وحدك عابد لهي رسول الله وحدك قادر لهي إيه وحد رسولك السماين صلى الله عليه وسلم سأنا هل كاكو قصو قرن وحد سلاله هاي وناك باتكو قاري لكن دنبي به أو كاقا قرن يهي إيهدنا كام حارة مركة واتوا عيديو ويعلمهم الكتاب والحكمة رسول الله كان يربيهم نعم يزكيهم لكن تزكيد محل السعودي طلب العلم دتك بدبادنا وحي أهايان الفقهاء الربانيين قفكين فقيه يهي حلال يا حاران كلا قرانيو شريعة الله قرانيو إسلا حلقا أوركيسونا ويهي نظيف ويهي لبما درسوا بمسلمين تا أغار كودا كتنقاقي لبضبا والأتنيين مذيوا فقيه قنت هوسا أنك قياني مذينا وامد أبسله لكن عن علم لهين جدار كاسو كورنا يا جيت أقول لآن لبضها سيبا أمد المسلمين تا ناوع بيقان لكن ياس كدر صدي عدة اس كدر صدي لبضها فقه يا حلال يا حرام برشل يدينا جد كذا هايسا اسلح اللي يعني الله كعبس له او ورع له او اشي سقوينته هاي او قلبي يسو دمقنا ايو امدنا اسكوها ايو هذا هو ولكن كونوا ربانيين هذه درجة إن لقارا ايضا اذا افر تاقو الله وحان اسلاي هاي هذه اللي اروريو قف كاسي نفتيسي وحبرابا يا نفتيسي جد كي اي كبت بادي لهاد انو صار وابنش اي كبلا منس نعم marka hadii aan masal aan fiirno taada qofka aan nootil maanta waa qofka muslimka ee mu'minka ah oo wanaagiisa adoon yakiisa akhraba halka ku helay dad boona waxa jira ma taqaana masal aan ka soo qaadnaba de gaalada kale akhradan kama leh sax adduunyadoodii maartay ee u nool yiin oo waxaan mid ka laftiisa maqayista aas dhig karto hata uu leeyahay oo kala soo isaga fiiriyo adduunka ka leeyto adduunkiisa ku hagaajisto waxa kama aad dhig kartaa ma fahmin يعني مثلا قف بس هذا قف كان كذا لي قذب على النسيس وقف مؤمنة وقذب قف مؤمنة آخري أدنبه أجيد وناجيس أجيد واي قف كي وراك أدنبه بس أجيد لفتي سمت قانا محو حتى سكوها جاي تنكرا وأدون كيس سكوها جاي تنكرا أدون آخر حتى أنا أجيد نسينا قالوا ده كلام قالوا ده كلام متوقع معنى شيء ما هكذا اتصال أو صبح صح ده إني جيران معناه مستوي أدون حتى صح كهو سي إلهي سبحانه وتعالى وإنه شيء إلهي الله إنه وشى سورة البقرة تد الدندون وراء ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من نصيب ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة تدك إلهي الله وضع إليك ليهين وراك إلهي إنه وشى تد الدندون من كان يريد حرث الأحر قار الدون كأم بيرتيسا دوني من كسيم بيقول إلهي سبحانه وتعالى آخرة سبحانه وماله قفك الدون ما كان الدون كأم كلي جيم حتر إنه كل نولاده وقابك وكشقين يسوي حويان الدون كيسا نوحي وكهر مري لها ومامل كيسي ونظام كيسي بيننا نشيقين قانون كا قبان ايا قانون كا وطن كا ايا قبان جيل بو سوكا الى جيل كا الى نغو اما الا قناحو سوى لباس وكا الى قانون انو جبيا لحرو اما الا قناحو الدون لصارو يلو وحبرتو شقيس شقيستو الدون كيسي بو نولي هاي الدون كيسي ايو نولي هايو علماء ذي نوحي الى هذان الهي صدح وحبو ابو ري سبحانه وتعالى إلهي ملائك بو أبو رأي إلهي وحو أبو رأينا آذن يا إلهي وحو أبو رأي محي الحيوانات والعجماوات صدح راس إلهي سبحانه وتعالى أبو رأي ملائك بو أبو رأيو ملائك ته إلهي وحو كحيوبي شهوت ما بلبع وحو كل رأي تكليف الدون إلهي إنه هذا بك مصغصين وقواس ترجسر دنب بمقرام الله شهوتنا ملك الله الوحي دوناني إلهي أمر كيس بالفلية أطت السماوات وحق لها أن تئط فوالله ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وفيها ملك ساجد منذ خلق الله السماوات خلق الله السماوات والأرض يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح ربنا ما عبدناك حق عبادتك وملائكة إله عركيب الله عير عير يبو نبي يقول عليس ملائك سجوسا ما لنت إلهي أبر إلى يوم القيامة سبوح قدوس بقرين وملائكة شهودنا ملك عبادة يتكليف إلهي سارة مد اللبات تست حيواناتك حيواناتك إلهي شهود بكل لي تكليف سلام صار والله ما سلام مرة أقيم الصلاة مئة ولي أنا كتير بلا صوت بلا بس كحنا وعبا ودون كاس يسقف فلان هذا الدونا وكاس لكن شهود بيليه وأنا ترمان وأنا قاجودان ويد حمودان ويد دالان لحظة وحاء إلى آدم إلهي الله وضيف يسقف الله لي شهودنا وصار تكلفنا والله صار بلا هذا إيه هذا نفترض إنه كهذا إنه ميزان كده وهالك إيه هذا
labadaas la yiris labadii sawal isku dar in malaa'ika ayaa laga soo qaaday iyo in xayawaanadkii ah ayaa laga soo qaaday in aadano waxa taa shahwad iyo taklifad taklifad waa maxay waa xil xil ilaahay ba ku saaran shahwadna waa kugu larantay in aadan marka waxa loo soo dhaadhiciyay kitaab nabi aqligiisa subhanak saddex raas ah haysta aqliga ilaahay waa ku siiyay koow aqliga lagu guma daynin ee maxaa lagu yiri kitaabkii quraanka ama kitaabna waa lagu soo raacay lagu dayn maayo mid ku sharxa rasuulkii oo ambi ilaahay ahna saddex raas ah ku siini dadku marka labay noqon marka halka qaar shahwadooda xakameeya oo naftooda ka adkaada oo nafta caburiya oo nafta aan la haasaawin nafta haasaawin ee xagga takliifka nafta u jiida oo yidhaahdo berri janno iyo aakhira agteeda degi doontaaye adduunka intaad joogto adkayso kaasi waxaa la yidhi xagga malaa'igta ayuu qofkaasi u dhaqaaqay shahwadiina waa caburiyey ruuxiina waa kan korbu qofkaasi u qaaday waa tan aynu ka hadlayno qad aflaxa qofka xagga malaa'igta u dhaqaaqa ee shahwada caburiya waxaa la yidhi qad aflaxa man zakaaha xaggaa qofka u qaada kii kale muxuu noqon shahwadiis baa gaalibka ah xayawaanka kulu marka aad xaggaasu aad shahwadii ayaa gaalibka ah takliifkiina waa dayacay xaggeenu u socdaa marka xaggii xoolaha ulaa'ika kalancaami buu ilaahay markaasuu yiri may oo maxaa xoolaha loo eedaynaya xooluhu xoolaha ma salaad baan u dirtay ma diin baan u dirtay ma taklif maxaa laga bal hum abal xoolaha dambiyaa la saarin xooluhu adiga iyo looda iyo dambi maleh bal hum adal qofku markaa markuu adundoon noqdo ee uu yidhaahdo tayadaan cid walba ugu istaagaya naftaydan qof walba uga tallaabsanaya waddanka waan iibin dhulka waan dalaali shacabka waan ka takhallusi waan isku dari anaa wax walba iibsan diinta lafteeda waan casaysan qaar baa diinta casaysa soo moogi qaar baa diinta iibiya oo sidii fataawi oo kale maanta maxaa loo baahay maanta maxaa soconaya shaabad ku tag adeer ku tag waa la ogol yahay maxaa jira sababta maxaa lagu leeyay halka hadii u gaashahwadii xataa diintii buu casaynaya waka subxaanaka ya cadiim subxaanaka halka oran lahaa nebigu sa slam uu yidhi sayidu shuhadaai xamza shuhadada calanka yowma alqiyaama u haya yaa ku xiga buu yidhi qof intuu hor istaagay qof gar daran adeer waad gar darantahay ku yidhi meesha maanta culamada laga rabo maanta culamaau lmuslimiin ahlu sunna waljamaaca maanta meesha laga rabo inay calanka hogaamiyaan oo dhalinyarada ka ilaaliyaan inay cidlo ku dhacaan waa maanta meesha laga rabo kaas marka halkaynu ka hadlaynaa waxa weeye war naftu xaggee baynu u dhaqaajinaa ma xagga malaa'igta iyo nadaafadaynu u dhaqaaqnaayoonu ilaahay kaalmo weydiisanaa mise xagga xoolanimo ayaynu u dhaqaaqno iyagoynu weliba kasii hoosaynaa halkaasuu ilaahay wuxuu yidhi wax allaale waxaa doonta adduunka ku hayso yaa ayuha annaasu antum alfuqaraa'u ila allah wallahu huwa alghaniyu alxamiid in yasha yudhibkum wayati bikhalqin jadiid wama dalika cala allahi bicasiiz nacam waxaa jiray sheekh macnaha hadda su-aashan macnaha sababtaan u keenay waxa weeye dad badan waxaa jira soomaali ah oo naftii aan taskiyadii la rabay aakhare aan u waxaynin adduunyadii xataa dadku ay u noolaayeen ee gaalada ay u noolaayeen aan ahayn oo meel dhexa taagay marka sababtaas ahayd inaan macnaha halka aan baraarujin waxaa jira nin aan saaxiibanna wax qorqora oo meelo kamida soomaaliya tegey oo dadkan arrimaha bulshada qoraa marka wuxuu yidhi meeshii aan tegey markaa tagto waxaa lagu siinayaa dardaaran dardaaranka la siinayo ninka wuxuu kusoo koobay saddex dardaaran wuxuu yidhi dadku macnaha waxay ku dhahayaan si wanaagsan hawla hadle haddaad si wanaagsan ula hadasho way kusoo doondoonanayaan waad mahadsan tahay ha badin haddaad waa mahadsan tahay badiso dadku waxay ku arkayaan inaad jilacsan tahay adkee qof hadduu kusoo fiiriyo si kulul u fiiri qof la dulminaya haddaad aragto ha hadlin meel laga calo jilasa waxaas waa iska caadi dulmiga iyo dilka iyo waxaa lagama yaqaano calaacal iyo waxay marka dhaqanka noocaasa ee bulshada mucayanka ah ku faafay seed odhan kartaa macnaha bulshadaas ama dadkaasu way uga bixi karaan oo khayrkii aan hadda ka hadlayna nafta wanaagsan ay wadatay oo kale xasbuna allahu nicma alwakiil kelmadda wanaagsani waa sadaqa alkelimatu طayiba sadaqa rasuulu bay nagu yihi sala allahu calayhi wasalam tabasumuka fii wajhi akhiika sadaqa walaalkaaga idaan isgeranayn oo iska soo horbaxdaan ood wejiga u dabcisid oo tustid wanaag waa sadaqa nabigu sala allahu calayhi wasalam akhlaaqdii
أخلاق ذي أخلاق وطبيعة دو ناس أخلاق وطبيعة دو ناس طلقات يا صبر يا ولا لماذا يا ديق سن لماذا طبيعة سمار وحقونا هبلو طبيعة دو ناسين معنى ذو ما هي وأخلاق في عينها وواك رسول الله صلى الله عليه وسلم أخلاق ذنا مال أذق لغي مركا هبلو طبيعة في عينه هو أخلاق في عينها نبى نبي سروح دمر ونبي وصلا نبى نبي وصوت المرة صلى الله عليه وسلم ولالك لا در دار ميا وله من حشوط بدن باطح حشوط كم فرحة بدن وجلعة كجلة سكدة حقها كقاضو هب وترم كات كهد ليه نبي ونك تولى نبي وردك حشوط كهودي صلى الله عليه وسلم لقى حشوط ك الحياة لا يأتي إلا بخير حشوط كواحد خير هين ما كان إيه هودي نك خير كنبي صلى الله عليه وسلم بركة كلمة وناكسن يد القاتك يا شكرا يا جزاك الله خير وحان خير هين ما كنتو لكن برشدو مركة عيسدا شاركة نك كل اسكو قلب انتو حمهدا صباح مجتمع مركو دمو جيسي يا لطاح وح الله لو حي وناكسن حمو نغضا وح حنا وناقة يو نغضا محال الربا مركة موجد دعوية oo baraarugaysani in ay maydho geesahan soo jeedo oo kalkacaylki iyo naxariistii umada dib loogu celiyo naam marka hadii oo qof aan isagu hada sanood tilmaantay naftiisa aan ka adkaano hagaajinin qof kale ma hagaajin kara maxalan hadaan macnaasi waxay loo kale waxyaalaha umada ka dhaxay mas'uuliyadda ka soo bilow ama qoyska oo qofku waxa la wadaago nolol ama maamul qofku haduuna naftiisa uunan hagaajinin ما هي جن كره وما تكلم أم قف كلام أفعية ما يو فاقد شيء لا يعطيه بعربية فاقد شيء لا يعطيه هذا أنا ذي وحبه هينين فريه الدفن له أي واحد دوجا بيسمعلتر فريه الدفن له أي واحد دوجا هذا فرها وهبس يهين هو أنجي يهين محاط عبد قنت هذا هو سهدا إفتين كجيران إيمان أنا كجيران قف تابسن ميسي marka in soo tirnay in wali barbaarinta qofka oo naftiisa barbaarinayo taskiyadeenayo waxa inuu iimaan wacan oo toosan oo yaqiin ah qul lan yusibana illa ma kataba allah lana huwa mawlana wa fi as-samaa'i rizqukum wa ma tu'adun likulli ajalin kitab inta markaad yaqiinsatid he rizqiyaga allah haya قوت أدجيريون الله أك سبحانه وتعالى عدنا وما بهنا أرزاق لا عدنا كومر ليبن يقين بالله بتاع الجلية مصيبة الدون ككود نعلان أنا جري من ذي لهي وقور المويان رفعت الأقلام وجفت الصحف ويقين ودرجة كوا لهي بس كحد معك وقول حجية عبادة كوتوس مسا عبادة هذه أي كوت عبادة ما خاننا إحنا مسكح ذي نبضنا وح كوسود دقدقة عشان تسهر ضاضي صانك إذا كذا يا حاجك كوسود دقدقة وكمت قضبي ذي هو وينا عبادة لكن محاربنا عبادة إنا نقطة وح كستو إلى هاي وجعل هاي وعباده محارب مك وح ولب وح أني يسنا سا عباده إسلام هذا يا حاس كأقول لك كفتن تا وعباده أبط كأقول كفر حد رحم الله امرأ أدخل السرور إلى قلب امرئ مسلم الله أن حريست قف قف مسلم كفر حيي سبحانك وعباده وعباده أبط كأقول أسوق الشو هل كي طبقة سراء عرر لا يبقى سوق الشو كوكو صور با وحبتنا أن عسى عبدي رأس كريمات سوى سيرتو كفر وعباده عبادة عبادة كاملة إيمان إيمان يقين لليي عباده قلب فريستي محاكو حيقا أخلاق لك هاد لين إنك أخلاق توصلنا طبيعة وناكسن أتذكر أتقول أنا قلت ما يدين شيء قوي النبي صلى الله عليه وسلم كو إلهي يوم القيامة يدين كو جعلي هاي أنا جانا يفرد لو هذا إذا هذا النوشك قال وحير أحاسنكم أخلاق الموطؤون أكنافع الذين يألفون ويؤلفون وح يوم القيامة النبي محمد أكتي سفري سنة صدر الله كذا طبيعة وناكسن يعني لو كل أخلاق وناسية لو تغير الذين يألفون ويؤلفون تتكلم سيد الله لا تقم يقان بحاول نصور معنا هنا هب نحاول معنا واحد لما ستان هب الحدق أنك أدب عدح عد الله لا عد وقف كاسي كاسو كان نبي محمد فردي أكفر لسان ما يسأل الله عليه وسلم إذا عبادة مكوتو عبادة مكوتو أصلا أخلاق وعن مدرش ما حد سمع المكان وسؤال شهد وإمك هذا نافعا لغيره بوجود نافع مركو هوري ونافع عن نفسه إيمان إيمان يقين عبادة توصل أخلاق وعن أنت هاس إسرائي كو إيكتح ما حاسم أي مكان مركو وين كو بحسمه ما حاك دعا
ولكن يقولون ان الناس 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 يقولون عباده هي أخلاق وكسر شقيه أيوة مضي صوت لحق للمركز قف قد صدح ذاعات كالإستاح ومضي اسكو دري مايو قبيل قبيل كدر مايو ومضي حمتي كالحيسي كتاقي مايو وحوك شيغان مايو ليش؟ لأن إله قبطل وآمن سيه عباده إساقية إلهي كلي قد أي اسكو أويان مركو كلي الله وكو أويان واسم يعه أخلاق دبرتا إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا وروح لقوة الجوجامة وأخلاق رأي وناكسن مركا وقح شانه يا أمضى إنه بينو شيءه هو جانكي حاس كيس بينو شيء مايو ما أنت حاجة هجبت ديارة أروسة أيو ديبتو دينا وطن كي نوجي مادو أي كتر هذا جور نوجو صادس دينا يكون جورس هذا كقرية دينا هلكن أي كون أجاتو دينا يلو أي أخلاق محب بدل كري لبعضهم كنا باوند ولو سو آمن يبغوا كين كانوا ويمشي زي ما لو سو آمن أما يدو هكذا اعتمادوا إن أذا يدوا فرتو أو يدنا جرب كري يدنا أي محيط ولا كنا عضو كقصته مركا هذا المستوى أخلاق ذي هتون إلا هالك جارس سنين ما حد وما ذكره ما حد محيط ولا كفيلي لذلك نفع العام بعرفته ترى هذا العمل العام بيرى هذا وعمل كجودة إن جت حياة هدي أي كسو بطام دب أن مركي هرا تربية نفتو ذا أن كسو أتكالن نبي محمد بوئي من صلى الله عليه وسلم أبو ذر ونبي محمد صلى الله عليه وسلم إلهو قنبو هاي وحي يرحل يدي بيور وذي عدو البحل يدي بي أنا حل يدي بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سيقول لكي ومحاد يلي تتكو دينتا أنا أذو قلت لك بينا داد أركتت محاد يهز وكاس يوري شفت رسول بحبي والله تاسم كنت توسين لها بي رسول الله صلى الله عليه وسلم ها يا أبا ذر إنك امرؤ ضعيف فلا تتأمرن على اثنين حق هجانك ضعيف باتكو تحي ومهاروي اللو بهاي وصوديق مركا ومضبع سيف لقو وضع ومضبع لقو وضع حدق اسكو حليو يكال إلالينيو ها ومضبع لسكو سالسبع مكاسو إنك امرؤ ضعيف كاء النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ ضعيف أبو ذرها أيها الدنا أمان النبي صلى الله عليه وسلم عرق مهرين ملك مسيده قف كره شاك بدن أبا ذر كل أبا ذر نقب يري اللهم وحيري يمشي وحيدا ويبعث يوم القيامة وحيدا ويموت وحيدا وحي أنت دينتي أخلاقنا واكو أمانة لكن هجانك أمدة كالحيي هكو دك دقين بو هكو دك دقين بو مركز ضعف قال الشيء ما حق إيمانك حاشا لله وحق هجانك وحق هجانك ما ملكي وي ما ملكي محط لوي وواكي أحمد بن حنبل لوي ديي لبانو هاي سنابين هذي لبانن عيدا كهجان أبان دوليان عيدا لبانن بانو هرجو قبيل هذين أحمدو مذي وقوي حق هجانك يا عيدا لكن وفاجر من دين كفي عن ما مذينا وحوى ينتقي لا هاي كبقو نورسن لكن هو كان عيدا أن كرنين يا أن عيدا كودي ابنه محير الإمام أحمد بن حنبل وحد عيدا كودي ابنه أبان دولة أدخل إتام بيولي كيقان علمي جا تقالك قوي جا ودي بيولي فسألني كيف هذا فاجر مركز سوي فجوره على نفسه وقوته للمسلمين فجور نمذني الصغير يكون أكتوى الله كقوصن لكن تي مسلمين تتوحبوا التريسوا عدو لقوا جابين لهابوا قرانا ياي هل كان أديبا كي كلم حيري إيمانه لنفسه وضعفه على المسلمين مسلمين تكسون نقونا ها مركز سوماليها ضعف رسل لكن سوماليها إنك عكس بقى موهي النابع دي أركان قفك اللبس كيسية مساج كو حيسا وحوى البوا يسيقوا ديبيان حتى وحيليه المدح النمائيو مركز حمد ده إنا يفهم كي أمدة إنا يسان تخصصاتك إيو قفك إن جانب رقيمة يكو حرناني أيكو حرنت هاي شكل إيه مقال قول. وي آمين سومالي وسومالي وي جبتي. دولة دولة دلتنا وي كجبين. عيدا كودي أي أروصدين وي كجبين. وحي دون المكا إمي كلاباتن كي سنة وقدم بيي. بلو حي لادين بلو ذادلة. أي أي نوه نقن دون قار أي نمحتو لبت أي نكا قبحنا إيه. لاباتن كي سنة حقنا لو هايستي.
كوده أي سومال مك وذات كأيلي ورحول بأوديبه وحي كسر أورنا يان بتبعده وحي كسر أورنا يان هجان دينات بمحيطه لك كسر أورنا يان امتحان كيسوي لي مرة مانه ما لقوا نجحه مثل لقوا من نجحين هي جنا على من سؤال بقى تعالى على من سؤال وين أيها كتالا ومدى الصومالية أسهو ياعي طلو هبقان كي من نقوني وذاتك يسوون انتو كاقات بابايو ومدى قرمان لها يكررون شاقي لها مقال كيسا يأف كيسا وحوك الشاقي كررون شاقي لها من نقوني سؤال باتالا مركا أرنتان حدا أنك هذا اللي لحي نقف ونفتي سيلوك أذيه وحيالو حد جرد رقم أول غبرتي ودمان رجل بيت كاد نقف كمركو شقر سنة عام سيفي واحد جاه القرى يعني أقول تسي واحد برشيس خبرة دوش قال لي واحد ما لقدر كره سيفي جمر كوقف كره سنة يوم عمر باب لقى لقدره واحد مقول ضط وقرن يعني معني كان حب لقى كيس نفتي سلوك هذا جاي سوريك سؤال رقمي سؤال رقمي ماله كسر شقي سدا أو متقن ما ملو سوقبت وها جاي سيفي قابك أو لكن عملية لقدره ما كنت وفي عنتها وهذا لنا ولا يمدس سو ما دقوا بتبعدين يكون بدن أو كفشل مي نفط هذا إني إيش كده النفط إني بدنا فشليان حسبنا الله ونعم الوكيل خرطة هجانكو هجانكو ومضى عرق وجمع صور دعاء يدو كصور ده بحاء هذي بلشود بلشود نالطاي أوله وحلا يراه ذا تاريخ ذا وذريات حسوس وذريات وحلا يراه بجرا حسوس منه أمد كوجا رأذيك oo dhowr iyo 40 kii sanay ajirtaa ama kan ku yar weynay ee ajirtaa wixii ku soo maray maskaxaad ku haysataa wax xusuus ku gaarad iyo reerkiin midna wax xusuus wadareedo unsurka Soomaali ku hadasho dhanbay ka dhaxaysa xusuus wadareed baa leeyahay masar tu mid bay leedahay arabtu mid bay dhulkan aan joogno ingiriisku xusuus wadareed buu leeyahay oo iyagu waa kuwa u sameystay archive-yada iyo museum-ka dharkay xirin jireen kontonki ee kabahay xirin jireen waxa soo dhan fandhaalkeen wax ku cun jirnay waxa soo dhan waxa leedahay waa maxay حصوص أمدا كده حيس على يلا مر هذي بلشود الحصوص وذريت كويدو ما نم بقيمة دول عصبيه شلي يحجوري ما حصوص نتو نبتو شلي جيستي ما حصوص نتو وحلاه ما توم عصبيه لقيا ومت كلين وطبعا شاد وصاحب ده أو طبعا وجي إسلكي أن هذا ما إلا دبر نقاط لذلك سيفيدن أتك هذا ليس قرال كورقد وحبط ترمايو haddaanay ummadu aanay karti lahayn sida lafta timirta ay iskaga tufto inay iska tufto wixii ay dhadhankooda garan weeydo haday ummadu oran weeydo may haday oran weeydo ummada ay tahay in la hadlo oo la yiraahdo cida aad horumarinaysaa aad buunbuurinaysaa aad wax ka soo qaadaysaa han noqoto naftiisa mid anfacay ubadkiisii anfacay reerkiisii meel gaarsiiye reerkiisii kama hadlayo qabiilkiisii faamilkiisii meel dhigay tiisi isagu ka soo baxay hanti yeeshay maaha inuu tan ka hantiyooba tan in lagu hodmo maaha tan intii lagu hodmayay maaha tani soo shaqaystay ama gurigiisii meel soo dhigtay lidaalika turagan ciidankan ee dadkan maanta hoggaanka maanta Turkiga haysta maalintii 2002 ay xilka ay qabteen labadooduba gool iyo Erdoganba maxkamadda dastuuriga ee Turkiga tagay maxay sameeyeen nin walba hanti intii uu lahaa ayay diiwaan geliyeen oo ilaa intaas oo guriyo intaas oo gaaraan oo abayaasha ka dhaxalnay intaas aanu haysanna hantina intaas aanu ugu jirta mushaharkeega xilka aanu qabanayna waa inta wixii ka badan marka aanu xilka ka degno hana lagu la xisaabtamo ummada aanu ka dhacnay subhanallah hada hawl raba in lagu dhawaaqo maaha timirta yar ee ciyaalka loo soo qaado malcaamadaha looga soo qaado inaad suuqa ku iibisid ماها إسكول لذا عاد محيط المدى كتراب وحبينو سمينا متقانا إنو إسكدا حتى حق وحينو ماها ملاحظة أمكالية ماها هاي أدباء هاي لها مسلمين تالورانا يا أردوها دي بإذن رو إذن رو يا هايين إسكول مشروع عاد إسا ما إسكول قبل أختار كام حيط الرسا كي هاي أدى لفتيس هاي با شركة إسما له ويال كمان هذير كي قول ليه كان ودي بيا فساد مرك وحي اسمي سمع الله اسمها يو والله تعالى شو بتطلع لي حاجة الله يرينا خيال والله تركي دي ويا بيه ما تا لا ولا ولا عربتي بهرو يا بطي عرب بينو كعيني لباتن كي سنو ودن كبربر سنا مين اينو تمر كسو قادن يو مين وينو كعيني امي كتركي افا كلا قادن وينو ويا بيه تركي دي ايغا كان سيلك من خوده وي فهمي امدي ما دا حي غعما هيستا واحد ما دا حكو هيس ورد دكن دكي ودن كودا ليسي لها ميانا اهين نعم ويعد بعد ما سنت برامج وقتي وعد ماضي مركز دقيقة وخير ما حد كشوق قبل هذا ما ده ليه لا
إلهي سبحانه وتعالى دنبينا هذا عفو دنبي والدينتين الله هذا عفو أنت وحنوصه ودكتور وحنوصه برتين دنبي جود الله هذا عفو سبحانه وتعالى ما فيه إلهي كبقى أفك وحى أي كشيء يان يأورك وحى وجرى مذ ويا الله نقدر إلهي وحن كبر يا أفك وحن كله النحي يا فعل كيجا يا أور كأنت ناقر صوني إلهي إنه متكلجا إلهي كبر يا سبحان أنت أسد سوك وافقان إلهي مزج كندو أقول تينو بحب يراتو تاك تينو هي راته إلهي وحي إنه كبر يدون إلهه طاعة بان إنه هي طاعة وحن وصي لكن تمر لآن يا أقول لآن يا طاعة لآن ما كيسكو كلنتو وخسارة في آخره والله أعلم جزاك الله خير أدبان قوم هذا الشيخ المسيح يا شيخ إبراهيم جزاك الله خير ونسأل الله يجعل في ميزان حسناتك آمين وحن مهد بالله أنه لنا دعوة شقي ما بدنا يتفي كان سومالي جنال وحن قطع بداني أنه دتك لينك تلفون كجري وأنا ما عرض عن فرصة عن سينين وحن مهد بالله أنه لنا فرصة بقنا برامج كان محمد ياري أنت أنك أكون بدون برامج كان أوكلا ومحمد الشيخ هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته